السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في أولى حلقات برنامج بسمة أمل. بسمة أمل يا أحبائي فكرته فكرة بسيطة جدا. الفكرة إن إحنا عايزين نعرف الكفيف أو الكفيفة كأم أو أب إزاي يتعاملوا مع ابنهم المعاق. وطبعا أنا بتمنى إن سلسلة الحلقات تكون تنال إعجابكم، وأتمنى كمان إن أنتوا تستفادوا أكتر وأكتر. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي هنتكلم عن حاجة اسمها التربية الخاصة. التربية الخاصة طبعا ده مجال كبير جدا ومجال واسع جدا ملوش أول من آخر، وده طبعا هنعرفه إن شاء الله في خلال الحلقات بإذن الله تعالى، وهنعرف كمان الإعاقات بمختلف أشكالها. كل إعاقة هيبقى لها سلسلة حلقات خاصة بيها. وأتمنى طبعا في الأول وفي الآخر إن أنا أوصل لكم المعلومة بشكل مبسط. هنبدأ إن شاء الله حلقتنا بإذن الله تعالى عن التربية الخاصة. أول حاجة هنقولها في التربية الخاصة، إيه هي التربية الخاصة؟ يعني إيه تربية خاصة؟ التربية الخاصة دي عبارة عن مجموعة من التدريبات والمهارات اللي بيمارسها الطالب أو الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة. التدريبات والمهارات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن برامج تأهيلية بتساعد الطفل المعاق على كيفية التواصل مع العالم المحيط به. طبعاً أنا بقصد الطفل المعاق بكذا إعاقة، يعني مثلاً كفيف البصر، مثلاً طفل التوحد، طفل الإعاقة الذهنية، طفل الصم والبكم. دي كلها إعاقات ليها برامج بيقدر من خلالها الطفل يتواصل مع العالم المحيط به. طيب أنا هنا عندي سؤال، هل البرامج دي موحدة مع كل الإعاقات؟ ولا كل إعاقة من الإعاقات ليها برنامج خاص بيها؟ قال لي هنا لا، البرامج مش موحدة، كل إعاقة من الإعاقات ليها برنامج خاص بيها. يعني كفيف البصر ليه برنامج خاص بيه، الطفل الصم والبكم ليه برنامج خاص بيه، وهكذا. طيب يبقى احنا كده عرفنا التربية الخاصة. تاني حاجة هنتكلم عنها، ايه الفرق بين التربية الخاصة والتربية العامة؟ هل في فرق بين التربية الخاصة والتربية العامة؟ قال لي في فرق كبير جدا. طيب الفرق ده بيتمثل في ايه؟ اول حاجة هنقول التربية العامة. لو لخصنا الفرق بين التربية العامة والتربية الخاصة هنقوله في نقاط بسيطة جدا. أول حاجة التربية العامة، التربية العامة إن الطفل بيعتمد على التلقين. يعني إيه بيعتمد على التلقين؟ يعني بيعتمد على الذاكرة فقط، يعني بيعتمد على المنهج الدراسي. طيب دور المعلم هنا ايه؟
دور المعلم هنا إنه هو يقيس قدرات الطالب من خلال تحصيله للمادة العلمية اللي بيقدمها في الفصل. بيقيس التحصيل إزاي؟ من خلال الذاكرة الخاصة بالطالب اللي موجود عنده. يا ترى الطالب ده ذاكرته قريبة، يعني الذاكرة قوية، يعني بيستوعب أي معلومة بسرعة، يعني بيتذكر المعلومة بشكل سريع، ولا ذاكرة طويلة المدى من الصعب على الطالب إن هو يتذكر أي شيء من المعلومات الدراسية؟ ده كله طبعا بيعرفه معلم التربية العامة. نيجي للتربية الخاصة. التربية الخاصة هنا بتعلم الطالب المهارات الحياتية المختلفة. إزاي؟ يعني بتنمي قدراته وبتشوف أي مهارة هو بيحبها. طبعا ده من خلال مدرس التربية الخاصة، لأن مدرس التربية الخاصة بيختلف تماما عن مدرس التربية العامة. ليه بيختلف؟ لأنه هو بيعتمد على قدرة الطالب أكتر ما بيعتمد على الذاكرة والتحصيل الدراسي. إزاي بيعتمد على قدرة الطالب وبينمي مهاراته؟ إنه هو بيعلمه إزاي لما يكون مثلا ماشي في طريق والطريق دوت فيه عربيات، بيعرفه ازاي يمشي يمين، بيعرفه ازاي يمشي شمال، بيعرفه ازاي يقف اثناء اشارة المرور. دي كلها حاجات بيقوم بيها مدرس التربية الخاصة. بيعلمه مثلا ازاي يرسم، بيعلمه ازاي يعزف بيانو، بيعلمه ازاي يحفظ قرآن، بيعلمه ازاي يفك ويركب بعض الأشياء البسيطة اللي ممكن يعمل منها براءة اختراع. دي كلها بيعلمها له طبعا معلم التربية الخاصة. وده كله طبعا إن شاء الله لما نيجي نتعمق في الإعاقات هنعرف الكلام ده بشكل تفصيلي أكتر. طيب نيجي يا حبايبي نشوف دور التربية الخاصة. يا ترى ايه الدور اللي بتقوم بيه التربية الخاصة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة؟ هنعرف دلوقتي. طبعا قبل ما أقول الدور لازم أسأل سؤال، هل التربية الخاصة بتعتمد على إنها تنمي القدرات عند طفل ذوي الاحتياجات الخاصة فقط؟ قال لي هنا لأ، هي ما بتنميش القدرة عند الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة فقط. أمال بتمتد لفين؟ بتمتد لبعض الأطفال اللي عندهم قصور، زي مثلا الطفل اللي عنده مثلا مشاكل في البيت. هنا دور التربية الخاصة مهم جدا، مثلا زي دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، بيحاول يبحث عن المشكلة. إزاي بيبحث عن المشكلة؟ إنه هو بيعمل بحث حالة للطالب الأول، وبيعرف المشكلة، وبيحاول إنه هو يكلم أولياء الأمور على أساس إنه هو يحل جزء من المشكلة دي. طيب هنا برضو عايزة أقول حاجة، التربية الخاصة يا جماعة بتوفر وسائل مساعدة كبيرة جدا، يا ريت احنا نستغلها استغلال حسن. طيب نرجع لكلامنا، ايه الدور اللي بتقوم بيه التربية الخاصة؟ هنعرف دلوقتي. اول حاجة التربية الخاصة بتعمل على تربية الطالب او الطفل المعاق بصريا. بتربيه ازاي؟ ان هي بتعلمه من خلال حاسة اللمس. طبعا التربية الخاصة هنا ان احنا بنوجه اولياء الامور لبعض الاماكن التأهيلية، زي مثلا جمعيات المكفوفين.
جمعيات المكفوفين ومدارس المكفوفين يا ترى دورهم ايه؟ طبعا دورهم كبير جدا، دورهم ان هما بيعلموا الطفل ازاي يتواصل مع العالم المحيط بيه، ازاي يتعامل ولي الامر او ولية الامر مع الطفل. يعني ايه؟ يعني مثلا بعرف مثلا ولي الامر ازاي انه يعرف ابنه الحاجة الناعمة من الحاجة الخشنة باستخدام حاسة اللمس. كمان بعرف الام ازاي ان هي تأهل بنتها الكفيفة انها تكون ست بيت شاطرة وناجحة. دي كلها حاجات بتقوم بيها التربية الخاصة في تعليم المعاق بصريا. طيب نيجي لحاجة تانية، وهي ايه؟ ان التربية الخاصة كمان بتعلم الطفل اللي عنده إعاقة سمعية. طيب بتعلمه ازاي؟ بتعلمه من خلال طبعا مدارس الصم والبكم، او انها مثلا لو الطفل مثلا عنده نسبة سمع يعني متوسطة بنديله طبعا جلسات تخاطب، او ممكن توفر له بعض الاجهزة اللي يقدر يسمع بيها زيه زي الطفل العادي، زي السماعات، زي زراعة القوقعة الى اخره. التربية الخاصة كمان يا حبايبي بتعلم الطفل اللي عنده إعاقة ذهنية، بتعلمه إيه؟ طبعا الطفل اللي عنده إعاقة ذهنية بيروح المراكز المتخصصة زي مدارس الفكر. طيب مدارس الفكر دول بيعلموا الأطفال دول إيه؟ بيعلموهم بعض الحاجات البسيطة جدا، يعني مثلا بيعلمه ان هو مثلا يفك حاجات صغيرة ويركبها. دي من ضمن الحاجات اللي بيقوم بيها معلم التربية الخاصة في مدارس الفكر. طيب كمان التربية الخاصة بتعالج السلوك، بتعالجه ازاي؟ يعني انا مثلا عندي طالب عنيف مع زمايله في الفصل، طبعا انا علشان اعالج السلوك صح ببحث عن سبب المشكلة. هل الطفل ده عنده حرمان اسري؟ يعني في انفصال عن بين الاب والام؟ هل في مشاكل بينهم في البيت؟ هل في عنف بينهم في البيت؟ دي كلها بيعرفها الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي على أساس إنه هو يقل من مشكلة العنف عند الطفل. طيب وكمان علشان يعالج سلوكه، مثلا أنا عندي طفل توحدي دايما بيحب مثلا يكسر أي حاجة قدامي، أو مثلا بيحط إيده في بقه. انا بعالج سلوكه ازاي؟ اني انا بحاول اشوف ايه المهارة اللي هو بيحبها وافرغ الطاقة دي فيها. طيب كمان دور التربية الخاصة في معالجة الطالب اللي عنده تأخر في التحصيل الدراسي. طيب هتقولولي ما هو في حاجة اسمها صعوبات تعلم وفي حاجة اسمها تأخر دراسي، ازاي بتعالج الطالب اللي عنده تأخر دراسي وهو طالب عادي؟ طب ما هو الطالب اللي عنده صعوبات تعلم يعني التربية الخاصة مسؤولة عنه، هتبقى كمان مسؤولة عن الطالب اللي عنده تأخر دراسي؟ اقول لك اه. هتسألني ازاي؟ أقولك إن هي التربية الخاصة بتوفر في المدارس مجموعات اسمها مجموعات التقوية. دور مجموعات التقوية دي إيه؟ مجموعات التقوية دي بتعلم الطالب إزاي يوصل لدرجة علمية جيدة بحيث إن هو يكون عضو نافع في المجتمع. في التربية الخاصة ان هي كمان بتعالج طفل التوحد،
بتعالج طفل التوحد ازاي؟ اني انا بودي طفل التوحد دوت مراكز متخصصة بتعلمه ازاي يعبر عن نفسه، وكمان اني انا بعلمه الكلام، وكمان بعلمه ازاي يعتمد على نفسه. دي كلها حاجات التربية الخاصة بتقدمها للمجتمع او للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. نيجي لفئات التربية الخاصة. فئات التربية الخاصة بتتقسم لكام؟ بيقول لي ان فئات التربية الخاصة ليها 3 اقسام. اول فئة المعاقين. طبعا هو يقصد المعاقين هنا بكافة الاعاقات المختلفة، سواء كف بصر، سواء اعاقة سمعية، سواء اعاقة عقلية، سواء إعاقة توحد، سواء صعوبات تعلم إلى آخره. طيب الفئة الثانية فئة الموهوبين. فئة الموهوبين دي إيه؟ فئة الموهوبين دي إن التربية الخاصة بتوفر لهم المجالات والوسائل اللي هم بيحبوها، بحيث إن هم ينموا موهبتهم وتظهر موهبتهم للناس كلها، سواء الطالب ده من ذوي الاحتياجات الخاصة أو سواء الطالب ده عادي. طيب الفئة الثالثة إن التربية الخاصة بتعالج الطفل اللي عنده قصور في الذكاء. هتقول لي طيب إزاي يعني؟ طب ما هو في أطفال أصلا عندهم إعاقة ذهنية وفي أطفال عندهم توحد. كمان بتتعامل مع الطفل اللي عنده قصور في الذكاء؟ أقول لك آه. هتقول لي إزاي؟ هقول لك إن في بعض الأطفال عندهم قصور في بعض الحاجات. يعني في طفل مثلا عنده قصور في اللغة، في طفل مثلا عنده قصور ان هو ما بيعرفش يتعامل مع الناس، بيبقى متمسك بأهله، بيبقى متمسك بالعادات والتقاليد اللي هو اتربى عليها من صغره من غير ما هو يتعامل مع المجتمع المحيط بيه. النمو اللغوي. يعني ايه النمو اللغوي؟ بيبقى عنده قصور في النمو اللغوي ازاي؟ بتلاقي الطفل في بعض الكلمات عنده حروفها ما بتبقاش مظبوطة. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما بلاقي الطفل ينطق حرف الكاف ت، زي مثلا بينطق حرف القاف ت، زي ما بنقول مثلا كلمة كلب يقول تلب، أو كلمة قال يقول طالة، أو كلمة جاء يقول داء. يعني بي إيه بيبقى فيه قصور في اللغة. تمام. هنا دور التربية الخاصة إن هي طبعا الطفل من هنا بيتعرض على أخصائي التخاطب، وأخصائي التخاطب دوت بيحاول إن هو يظبط بعض الحروف اللي واقعة عند الطفل دوت. في حاجة تالتة اسمها النمو المعرفي. النمو المعرفي يعني ان الطفل ما بيتذكرش اي حاجة طبعا شرحها المدرس، بيبقى عنده كم المعلومات بعيد المدى مش قريب المدى. رابع حاجة النمو الحركي. بنلاقي الطفل طبعا مضطرب في حركته، بنلاقيه قلقان على طول، بنلاقيه متوتر إلى آخره. خامس حاجة طبعا رعاية الذات. آخر حاجة عايزة أقولها، إيه هو هدف التربية الخاصة؟ هدف التربية الخاصة هو مساعدة الطفل وحمايته من المشاكل اللي بيتعرض لها. زي مثلا ايه؟ بنحل مشكلة الإعاقة السمعية، زي مثلا بنحل مشكلة الكتابة والقراءة للطفل كفيف البصر بتعليمه طريقة برايل إلى آخره. المرة الجاية إن شاء الله يا حبايبي هنعرف أقسام التربية الخاصة أو التخصصات اللي
بتقدمها التربية الخاصة للتعامل مع كافة الإعاقات. طبعا أنا بنهي حلقتي معاكم، أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بكل حاجة أنا قلتها، وإن شاء الله أي استفسار تبعتوه مع الأخت دعاء السبع اللي أنا بشكرها جدا على مجهودها معايا، وشكرا وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نسرها في يوم هتضحكلي وهتشاركلي.